ليزا اللي مش واخد باله قوي هيفتكر عشان العربي بتاعك مكسر سنه، هيقول دي ليزا خواجايه وكانت عايشه في مصر ومثلت الدور. ابويا صعيدي من اسيوط، مولوده في شارع الزهور. شبرا شارع الزهور. كنتوا فين؟ ساكنين فين؟ حياتك كانت عامله ازاي لحد ما نشوف التغير الكبير اللي حصل في حياه ليزا؟ نو كنا عايشين حياه بسيطه. احنا انا اصغر من 9 اخوات، انا رقم 9. اها. كنا عايشين في شبرا واتولدت في شبرا. فين؟ فاكره المكان ولا شارع الزهور؟ فاكره المكان قوي، ده انا قعدت عيطت لما شفته. فاكره المكان، بيني وبينك ما كنتش فاكره المكان. انا اول ما رحت قلت انا فاكره في مخي في حاجه، فاكره بيتنا وفاكره الشارع وفاكره المكتبه وفاكره عم احمد البقال والراجل بيشتري عندهم البيض. كنا نجيب البيض ونفتحه الاول قبل عشان نشوفه كان بايظ ولا لا. فاكره الراجل بتاع البيض وعم احمد البقال، وفاكره المكتبه اللي كنت بروح عليها. وبعد كده فاكره اروح كده على طول على المدرسه. فاكره حاجه. الغربه او الهجره هي اللي خلت المصري يعني يتكسر شويه صغيرين. بيني وبينك هو مش متكسر، هو مش متمارس. انا مش بكلمه كل يوم وبتكلم مع الناس واشوف تلفزيون، فعشان كده مش ممارسه كتير. مفهوم. بس مفهوم. انا بكلم بقول حح وخه وعين وخه. لا ده اكيد كل حاجة ده حلوة. وضاد وحلوه اهي. كنت في مدرسه ايه؟ نوتردام دي سبورت بتاعت شبرا. دورنا كده لقينا كانوا عاملين معاكي في التلفزيون المصري مقابله وانت بلبس المدرسه. وزي المسلسل بالظبط في الحقيقه ومع المذيعه كنت يعني منطلقه واموره ولطيفه. وكانت طفولتك حقيقيه او تلقائيتك حقيقيه مش مصطنعه. حوار قديم برضو. شكرا. بتنبسطي لما بتحسي ان انت مشهوره والناس عارفاكي؟ مريم عادي. الشهره مش حلوه؟ بنبسط اكتر لما بيحبوني، لما بيكونوا يحبوني. يا سلام. لكن الشهره شيء جميل بصراحه. وحشه في حاجه واحده بس، الناس تقعد تشد وتعمل وتزق. اما انت شايفه اصحابك ملمومين حواليك ازاي؟ طب لما حد بيقابلك في الشارع وما بيعرفكيش بتزعلي؟ بتضايقي؟ في ناس بتشك احيانا. يعني مش عارفه ما شكلي اتغير ولا ايه ولا كبرت. في ناس بتشك عشان شعري طول. طب انت مديتي اوتوجرافات للمعجبين؟ الكبار اكتر ولا الصغيرين؟ يعني مين اللي بيطلب ان انت تمدي فوتوغراف؟ في ناس صور وورا كلام. وفي ناس اوتوجراف بس. فيعني متهيألي الكبار اكتر شويه كمان. وطبعتي بقى صور وحضرتي الكلام عليها؟